السلام عليكم. اليوم مع وصفه اميد ان شاء الله راح ندير لكم حلوه جافه اللي هي حلوه بالكوفريت. هذه الحلوه جافه اقتصاديه، بزاف الاخوات يطلبوا حلويات جافه اقتصاديه مع المعنيه، يعني غير بكم طلباتكم. الوصفه ديال واش راح نحتاج؟ راح نحتاج 250 غرام تاع مارغرين تكون طريه، يعني جبدتوها من قبل. عندي هنايا كيس تاع خميره كيميائيه ومغرف صغيره معمره مليح تاع لافاني، زوج بيضات كاملين، نص كاس تاع الاتاي تاع الزيت، وكاس تاع السكر كلاصي، والفرينه باش نلمو العجينه تاعنا. هذا واش فيها الحلوه تاع نهار اليوم. من بعد راح نرمدوها في لي كوفريت. اذا اول شيء ندير لا مارغرين تاعي اللي هي 250 غرام. نحب احيانا نحب نستعمل هاد لا مارغرين لانه ما فيهاش الماء، يعني الحلوه تاعها تجي مرمله تجي شابه. اذا 250 غرام مارغرين، ندير لها هذاك النص كاس تاع لاتاي تاع الزيت، ندير كاس تاع السكر كلاصي، هذيك المغرفه الصغيره تاع لافاني، يعني ندير كلش كيف كيف، وزوج بيضات كاملين، ونبدا نخدم هاد المقادير مع بعض حتى ينسجموا لنا مليح. مثلا هنا تقدري تستعملي الباتر، لكن انا دائما نستعمل يدي احسن. اذا نخدم مليح هاد الزبده مع البيض والسكر. اذا من بعد نبدا نزيد في الفرينه غير بشويه، ندير هذيك الكيسه خميره كيميائيه ونبدا نلف في العجينه تاعنا. ونزيد الفرينه حتى تتلملي، تحصلوا على العجينه تكون طريه بطبيعه الحال. هذا النوع تاع العجائن ما تخلطوهمش بزاف، دائما نفس النصيحه نذكرها باش العجينه يعني الحلوه تاعكم تجيكم خفيفه، لانه الفرينه اللي دلكتوها بزاف حتلقى لكم هذاك الجلوتين تاعها. نبدا نلم العجينه تاعنا مليح. ما لميت العجينه تاعي بدا نشكل الحلوه تاعي. الان الكبر تاع الحلوه كل وحده والذوق تاعها. اذا نحكم العجينه تاعي، نخدمها مليح في يدي، من بعد نديرها شويه طويله بهذه الطريقه، يعني نحكمي القيس تاع يدك تاع ربع سطحتين، من بعد نقطعها بالموس في الوسط بهذه الطريقه. من بعد هي كي طيب يعني راح تفلق وتتفتح لنا، يعني نحبوا هذا النوع تاع الحلويات اللي ما فيهمش الطابع ونكملوهم بالخف، يعني تشدوا لناش اليد. اذا نشد العبر تاع صباحتيه ونفتح في الوسط بالموس بهذه الطريقه، نزيد وحده نجرب كيفاش نديرها، يعني في الاطراف وفي الوسط عريضه شويه، وندير بالموس بهذه الطريقه، يعني تخرج لنا على شكل وريقه. اذا نكمل كامل نديرهم في السنيوه. اذا هنا بعد ما كملت الحلبه تاع الحلوه تاعي ندخلهم الفرن على 180 درجه حتى يطيبوا لنا، يتنفخوا ياخذوا لون ذهبي، نخرجوا منها ونرجع لكم فيما بعد ان شاء الله. اذا هاي الحلوه بعد ما طابت راهي مازال سخونه، نخليها حتى تبرد مليح باش نزين الحلوه تاع نهار اليوم. اذا بعد ما طابت الحلوه يعني مازال ما بردت ليش، حتى هذا كلاصاج لازم نوجدو، عفوا لازم نوجدو ونخليه يبرد. واش عندي؟ عندي عبر قيس عبر واحد تاع كاكاو القهوي البني، عندي عبر تاع السكر كلاصي، وعبر تاع الحليب. يعني هنا هذا العبر يلفت حوالي قريب كاس، يعني هكذا باش يكفيك الحلوه تاعك. واش ندير؟ ندير هذاك العبر تاع الحليب، نزيد له العبر تاع الكاكاو والعبر تاع السكر كلاصي. اذا نديرهم فوق النار يغلو. اذا نبقى نخلط فوق النار حتى يسخن لنا الخليط ويندمجوا مع بعض. اذا هنا غير ندمجوا، واش ندير؟ نزيد لها حوالي مغرفه يعني صغيره معمره مليح تاع لا مارغرين، ونبقى ندور يعني نخلط فوق النار حتى تذوب لنا هذيك الزبده، يعني ما لازمش انا يخلط يغلي الخليط، يعني غير يندمجو يسخن
دوبنا لا مارغرين ونطفي عليه ويعتبر الكلاصاج تاعنا يكون واجد. اذا نخلطو مليح بهذه الطريقه، غير دوب الزبده نطفي على الخليط تاعنا. شوفوا اللون تاعو شحال شباب. المهم دائما الكاكاو خيرو النوعيه اللي تكون مليحه. اذا هنا ندمجو وتخلطو لنا، هنا نطفي عليه يعني يسخن فقط. اذا هنا عندي ديكوفخيت كما رانا نشوفو، يعني الذوق اللي حبيتي فاني ولا شوكو. نسكرفجو، لازم بالسكرفاج هذا الخشين هذا هكذا باش ما يتعجلكش. اذا نسكرفجو كامل الكميه اللي عندي. اذا هنا كما رانا نشوفو كلاصاج تاعي راه بارد، الكوفخيت تاعي راه واجد، الحلوى بارده. اذا نحكم الحلوى تاعي نديرها في هذاك الكلاصاج ونحيها ونديرها في هذوك لي كوفخيت اللي كنت طحنتهم بهذه الطريقة. يعني كما نشوفو الحبة راح تزيد تكبر. أنا فقط درت شوية كبار الحلوة، قطعت لي 40 حبة، يعني إلا صغرتيها شوية تقطع لك حتى 50 حبة. ونديرها في لي كوفخيت بهذه الطريقة. هاي الحلوة إذا راح نكمل كامل بنفس الطريقة ونعاود نرجع لكم فيما بعد إن شاء الله. إذا الحلوة تاع اليوم هاي واجدة، خليتها حتى نشفت هاي معانا. شوف كيفاش تجي، تجي خفيفة، تجي بنينة، تجي زاكية. يعني أنا عملتلي 40 حبة، راح نقسمكم حبة فقط باش تشوفوا الحلوة تاع نهار اليوم كيفاش عاملة. بسم الله، يعني شوفوا شحال خفيفة، تجي روعة. نتمنى انكم تجربوهم. يعني جميع الاخوات يطلبوا مني وصفات جافة، يعني وصفات الحلويات الجافة الاقتصادية. هذه من بين الوصفات الاقتصادية، نتمنى انكم تجربوها وتنال اعجابكم. والى الملتقى ان شاء الله مع وصفة جديدة، والى اللقاء.